الرئيس السيسي يصل إلى سلطنة عمان في مستهل زيارة رسمية تستغرق يومين. رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مع عدد من رؤساء ومسؤولي البنوك والشركات الوطنية المشاركة في مؤتمر تغير المناخ. مجموعة السبعة تتعهد بتقديم دعم متواصل لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، وموسكو تراقب الاجتماعات التي تقودها الدول الصناعية السبع. الثالثة في القاهرة، الواحدة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. ترتبط مصر وعمان بعلاقات وطيدة نموذجية لا تتأثر بأي تحول سياسي أو إقليمي أو دولي، فهناك تشاور وتنسيق مستمر بين دولتين في كافة القضايا المطروحة في المحافل الدولية. وتسعى مصر وسلطنة عمان إلى توثيق هذه العلاقات النموذجية والمضي بها إلى آفاق أرحب وأوسع من خلال الزيارات رفيعة المستوى للوفود من القاهرة ومسقط. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الزيارة تأتي ضمن جولة خارجية رسمية تشمل سلطنة عمان ومملكة البحرين. تأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الخليجية وما يربط مصر بالدولتين الشقيقتين من علاقات تعاون على جميع الأصعدة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي سيبحث خلال الجولة مع شقيقيه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر مع البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها. مصر وسلطنة عمان روابط تاريخية قوية تمتد عبر الكثير من السنوات يؤكدها التعاون الوثيق بين الدولتين والتوافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية. وتسعى مصر وسلطنة عمان إلى توثيق هذه العلاقات النموذجية والمضي بها إلى آفاق أرحب وأوسع من خلال الزيارات رفيعة المستوى للوفود من القاهرة ومسقط. وللمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عبد الكريم الطحاوي عميد معهد الدراسات الأسيوية الأسبق. دكتور، يعني بعد التحية، كيف تقرأ أهمية هذه الزيارة والجولة الخليجية التي يقوم بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ في الحقيقة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل وتأتي في فترة مهمة جدا في الفترة الحالية، لأن العالم العربي كله يمر في أشياء كثيرة وهناك الكثير من التجاذبات والتحول، لكن في اعتقادي ان زياره الرئيس والعلاقات المصريه العمانيه تشهد فتره من اذهى فتراتها، حيث ان الرئيس حرص ومنذ ثوره 30 يونيو وهو يحرص كل الحرص على العلاقات العربيه، وبالتالي نجحت السياسه الخارجيه المصريه وفاه الرئيس في جعل
العلاقات العربية المصرية من أسهل العلاقات، والعلاقات العمانية تشهد تطور كبير. ونحن نعلم جيدا أن سلطنة عمان من الدول المعتدلة سياسيا، من الدول التي تحرص كل الحرص على مصر، وبالتالي هذه الزيارة تكمن في كونها تأتي في فترة مهمة. ونحن نعلم جيدا أننا مقبلين على القمة العربية الأمريكية، أيضا هناك أشياء خاصة بالعلاقات الثنائية ما بين مصر وما بين عمان، كل هذه الأشياء بتصب في مصلحة العلاقات المصرية العمانية. صحيح. وتعمل على أن الرئيس حريص كل الحرص على أن تكون هذه العلاقات بمنأى بعيد عن أي تجاذبات أخرى، وبمنأى أيضا لأن تكون هناك نوع من أنواع الشد والجذب، لكن الرئيس يحرص كل الحرص على أن هناك نوع من أنواع التعاون المشترك المثمر. هذا التعاون برأيك دكتور عبد الكريم، نجعل موقف عربي موحد. برأيك دكتور عبد الكريم، ما هي أبرز برأيك دكتور عبد الحكيم ما هي أبرز القضايا والموضوعات التي سوف تطرح للنقاش ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلطان عمان؟ أهم القضايا التي تطرح، إذا كنا نحن هنستثني العلاقات الثنائية، فهناك علاقات أخرى ما بين مصر وما بين عمان. ترتيب البيت العربي، نحن أمام موقف صعب، العالم العربي أمام أشياء مهمة، أمام قمة أمريكية عربية، عايزين نقول لأمريكا إحنا هو العرب اللي الرئيس السيسي الحقيقة في هذا المجال فتح أبواب كثيرة، وبدأ يعمل على أساس إنه يعمل نوع من التوحد العربي، الموقف العربي المتحد لمواجهة التطلعات المنطقة. صحيح. الرئيس يعلم جيدا إنه حول العالم العربي كثير من من المخدرات الأخرى، وكثير من هناك تركيا بما تعمل، وهناك إيران بما تعمل، وهناك أشياء كثيرة خاصة بالعالم العربي، وبالتالي فهو يحرص كل الحرص على إيجاد نوع من أنواع التوافق في المواقف العربية، وإيجاد نوع أيضا من التنسيق العربي المشترك حتى يخرج نوع من أنواع الود الذي يجمع العرب ويعود إلى العالم العربي مرة أخرى، ويعمل على أن العالم العربي يعود مرة أخرى على أن يكون هناك موقف عربي مشترك. هذا الشيء يحرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال زيارته لعمان، بالإضافة أنه يعلم جيدا أن عمان مفتاح الخليج. صحيح. وبالتالي عمان حريصة كل الحرص الأخرى أيضا على الاستفادة بالتجارب المصرية، استفادة بفترة التنمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر. صحيح. تعمل أيضا على أن تستفيد. إذن هي علاقات متميزة على كافة الأصعدة ما بين القاهرة ومسقط. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الحكيم الطحاوي عميد معهد الدراسات الآسيوية الأسبق، كنت معنا هاتفيا. ترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية يغلفها التشاور المستمر في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، ويلعب البلدان دورا مهما في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة، كما يتم التنسيق بين مصر والسلطنة في كافة القضايا السياسية في المحافل الدولية. علاقات وطيدة لا تتأثر بأي تحول سياسي إقليمي أو دولي، تلك هي العلاقات المصرية العمانية. ترتبط مصر وسلطنة عمان بعلاقات سياسية قوية، فهناك تشاور وتنسيق مستمر بينهما في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية. القيادة العمانية دائما ما تقدر على جميع المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة، كما يتم التنسيق بين البلدين في كافة القضايا السياسية المطروحة في المحافل الدولية. علاقات وطيدة تزداد يوما بعد يوم وسط تنسيق مشترك بين زعيمي البلدين تجاه تطورات عدد من الملفات الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وزيارات رفيعة المستوى لوفود متبادلة من الجانبين. في الرابع من فبراير من عام 2018 قام الرئيس السيسي بزيارة لعمان، استقبله خلالها السلطان قابوس بن سعيد وكبار المسؤولين في السلطنة، زيارة تعد هي أول زيارة للرئيس السيسي للسلطنة عقب توليه مهام منصبه،
حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. هذا وتستمد العلاقات المصرية العمانية قوتها من البعد التاريخي وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتشعبها على مختلف الأصعدة، حيث تقدم العلاقات بين مصر وسلطنة عمان دوما وفي مختلف المراحل والظروف نموذجا طيبا ورفيعا للعلاقات بين الأشقاء، بما ترتكز عليه من تقدير واحترام متبادل ومن ثقة ووضوح وحرص على كل ما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة. شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية زخما كبيرا، خاصة في ظل إيمان القيادة السياسية في البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. هذا ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان إلى حوالي 500 مليون دولار. تاريخ كبير من العلاقات الاقتصادية والتجارية المميزة تربط القاهرة ومسقط منذ سنوات بعيدة. طفرة كبيرة في الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان إلى نحو 500 مليون دولار خلال عام 2021. كما بلغت الاستثمارات العمانية بالسوق المصرية نحو 77 مليون و500 ألف دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة. في المقابل وصلت الاستثمارات المصرية بالسوق العمانية إلى 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية وكذلك في مشروعات الطرق والاستثمار العقاري. هذا وتضم الصادرات المصرية للسلطنة منتجات الألبان والمنتجات الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية، فيما تضم الواردات المصرية من عمان الحديد والصلب والأسماك والقشريات والمنتجات الكيماوية العضوية. وهكذا فالعلاقات الاقتصادية المصرية العمانية علاقات نموذجية وثيقة واستراتيجية تقوم على التعاون وتستهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي للبلدين الشقيقين. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع عدد من رؤساء ومسؤولي البنوك والشركات الوطنية مشاركتهم في مؤتمر تغير المناخ المقرر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وأوضح مدبولي أنه من المخطط أن يحضر المؤتمر عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الدولية، ما يجعله فرصة مهمة من أجل مزيد من التعاون مع شركاء التنمية وكذا التسويق والترويج للمشروعات المصرية. وشدد رئيس الوزراء على أن كوب 27 سيتيح فرصة ليرى العالم المشروعات الناجحة من جانب الدولة والقطاع الخاص في المجالات المتعلقة بتغير المناخ، فضلا عن كونه فرصة لتعزيز مجالات التعاون بين الدول وفتح مجالات للنقاش حول الملفات ذات الأولوية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة في هذه المرحلة لتمكين القطاع الخاص، سواء على صعيد مساهمته في استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم طرحها لحوار الخبراء. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي للاجتماع الأول للجنة العليا للحياد التنافسي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز الحياد التنافسي يعد أحد أهم أدوات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وكذلك دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون أحد أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي. تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 461 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 62 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 14.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 48 طنا. في مجال قضايا المخابز تم ضبط 608 قضايا
من بينها 152 قضية خبز ناقص الوزن و166 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي، تم ضبط ثلاث قضايا بمضبوطات بلغت 18 طن أقماح محلية. أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن ثورة 30 من يونيو شكلت علامة فارقة في تاريخ مصر وشعبها الذي انتفض مدافعا عن وطنيته وهويته المصرية الأصيلة. وفي كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 من يونيو، أشار رئيس الشيوخ إلى أن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة يونيو طريقا نسير فيه يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه ثم بتنميته وتطويره. إن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة 30 من يونيو طريقا نسير فيه يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه ثم تنميته وتطويره، لتصبح مصر دولة متقدمة توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادي والعشرين. وخلال السنوات الماضية استطاعت مصر بفضل الله ثم بإصرار الشعب وإرادته وحكمة قيادته وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة أن تحمي وطننا الغالي من الوقوع في هوة الفوضى والتمزق والصراعات. وفي نفس الوقت وفي ظل ظروف عصيبة وأزمات دولية متلاحقة، تمكنت مصر أيضا من وضع أسس متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم. فواجهنا الأوضاع الراكدة التي طال بقاؤها واتخذنا القرارات الصعبة رغم قسوتها، وقدم الشعب المصري البطل أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعبائه. كما أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن المجلس شهد مناقشات جادة حول أهم مشكلات الشعب وقضاياه، وانتهت بمقترحات موضوعية وبناءة تسهم في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة الأداء. وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في كلمة بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، أضاف أن المجلس اعتمد على لجانه النوعية التي تطلع بإنجاز العديد من المهام التي تزيد من فعالية المجلس. ما يموج به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية تفرض علينا تحديات جسيمة، وما كان لهذا المجلس أن يحقق مسؤولياته لولا التزامكم بأمانة المسؤولية التي تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته. وقد أثبت الواقع أنكم كنتم على قدر المسؤولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها. واسمحوا لي في هذا المقام أن أؤكد على أن مواجهة مشكلات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطني بشكل صادق ودؤوب. ودعونا نقرر بصراحة ووضوح أنه يمكن دوما الاختلاف في التفاصيل، ولكن لا يمكن أبدا الاختلاف على الوطن وسلامته. فهذه هي الديمقراطية، وهذا هو منهاج الدولة التي أرسى داعمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. استطاعت مصر بعد ثورة 30 من يونيو إحداث طفرة ثقافية غير مسبوقة، وذلك بعد أن أغلقت صفحة الجماعات الإرهابية ومقاومة محاولاتها لتغيير هوية الدولة الثقافية. عملت الدولة بعد ثورة 30 من يونيو على تطوير المؤسسات الثقافية وعلى تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، بالإضافة لتنمية الموهوبين ودعم المبدعين. Thank you.
بعد أن طوت ثورة 30 يونيو صفحة الجماعة الإرهابية ومحاولاتها لتغيير هوية مصر الثقافية لحساب توجهات رجعية، استطاعت مصر إحداث طفرة غير مسبوقة في مجال الثقافة. وارتدت مصر ثوبها الجديد، حيث عملت الدولة على تطوير المؤسسات الثقافية، وتم افتتاح 56 موقعاً ثقافياً جديداً خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، بالإضافة لرفع الكفاءة وإعادة التطوير. كما عملت الدولة على تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع من خلال تنفيذ 113 ألف مشروع ثقافي، أبرزها مشروع أهل مصر، والذي يهدف إلى نشر الوعي الثقافي ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة ونبذ التطرف والعنف. وفي مجال تنمية الموهوبين ودعم المبدعين، تم تنظيم 133 ألف نشاط ثقافي، على رأسها استحداث جائزة الدولة السنوية للمبدع الصغير لمن يقدم منتجاً ثقافياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاماً، وذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية السيد انتصار السيسي. وبهدف تحقيق العدالة الثقافية، تم إطلاق 29 ألف نشاط ثقافي في مختلف المحافظات من خلال مشروع المسارح المتنقلة لوصول الخدمة الثقافية إلى مختلف القرى والنجوع، وهي عبارة عن وزارة ثقافة متنقلة تضم معارض كتاب بالإضافة لاكتشاف المواهب والعروض الفنية والثقافية وتدريب حرف تراثية وغيرها. وعلى الصعيد الخارجي، أعدت وزارة الثقافة الجناح المصري للمشاركة في معرض بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 17 لعام 2021 من خلال الأكاديمية المصرية للفنون. تم تنفيذ أول دروس اتكلم عربي تحت رعاية رئيس الجمهورية لتعزيز الهوية لأبناء الجاليات المصرية بالخارج. هذا إلى جانب الإعلان عن إطلاق سلسلة تحت عنوان متاحف وقصور في مصر لكافة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة للترويج وتسليط الضوء على المظاهر الثقافية والحضارية المميزة بمصر. هكذا تجلى دور الدولة في دعم الثقافة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالقوى الناعمة من خلال الاهتمام بالثقافة والفكر والإبداع وبناء الإنسان. تعهدت مجموعة السبعة بتقديم دعم متواصل لأوكرانيا في مواجهة العملية العسكرية الروسية. جاء ذلك خلال أعمال قمة المجموعة التي تعقد في جنوب ألمانيا، حيث تم التأكيد على مواصلة التباحث حول سبل عزل روسيا وتقليص عائداتها. وشددت المجموعة على عزمها لمواصلة فرض عقوبات على المسؤولين الروس لارتكابهم جرائم حرب. وأشارت المجموعة إلى أنه تم التوافق على تقديم دعم مالي لأوكرانيا يبلغ 29.5 مليار دولار. كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي طالب مجموعة السبع بتسليم بلاده لأنظمة دفاع جوي وبفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا. ودعا زيلينسكي خلال مشاركته في القمة المنعقدة بألمانيا عبر الفيديو باستمرار الغرب في توفير الضمانات الأمنية لبلاده خلال تصديها للعملية العسكرية الروسية. كما دعا أيضا للمساعدة في تصدير الحبوب من أوكرانيا وتوفير مساعدات إعادة الإعمار.
أكدت الرئاسة الروسية الكرملين أن موسكو تراقب عن كثب ما يحدث في قمة مجموعة السبع بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية. من جهة أخرى، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور غدا جمهورية طاجكستان في أول رحلة خارجية له منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أنه من المقرر أن يتوجه الرئيس الروسي الأربعاء أيضا إلى تركمانستان للمشاركة في قمة الدول المطلة على بحر قزوين، وتضم خماسية بلدان منطقة بحر قزوين روسيا وأذربيجان وكازاخستان وإيران وتركمانستان. أكدت الرئاسة الروسية للكرملين أنه لا أساس للقول إن روسيا تخلفت عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية. كانت تقارير غربية أشارت إلى أن موسكو قد تخلفت عن سداد ديون مستحقة في شهر مايو وانقضاء فترة السماح دون سدادها، نتيجة لفرض الغرب عقوبات على روسيا على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا فرض عقوبات إضافية على روسيا بما في ذلك حظر استيراد الذهب الروسي. وأكد كيشيدا أن العالم يقف عند مفترق طرق في التاريخ بسبب الأزمة الأوكرانية، ويتم اختباره بشأن ما إذا كان يمكنه الحفاظ على النظام الدولي على أساس القواعد. من جانبها تعهدت موسكو بالرد على العقوبات اليابانية الجديدة، وانتقد سفير روسيا لدى طوكيو هذه الخطوة مشددا على أن التصعيد الياباني لن يمر دون رد. دعت السلطات الأوكرانية سكان مدينة ليسيتشانسك في شرق أوكرانيا لإخلاء المدينة بصورة عاجلة مع تعرضها لهجوم القوات الروسية. هذا وقد طلب سيرهي جايداي حاكم منطقة لوهانسك السكان بالإجلاء العاجل من المدينة التي كان يقطنها حوالي 100,000 شخص قبل بدء العملية العسكرية الروسية. كانت روسيا طورت هجومها في اتجاه ليسيتشانسك في أعقاب سيطرتها على مدينة سيفرودونيتسك المجاورة لها مطلع الأسبوع. أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4,367,000 لاجئ منذ بدء العملية العسكرية الروسية داخل أوكرانيا. وذكر راديو بولندا أن وارسو استقبلت أمس 24,000 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر 2.3 مليون لاجئ عائدين إليها مرة أخرى. وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولنبرغ قال إن الحلف سيضع المزيد من قواته في حالة تأهب قصوى، وسيزيد من قوامه إلى أكثر من 300,000. وقد أضاف ستولنبرغ للصحفيين قبل قمة الحلف في مدريد أن الحوار مع روسيا ليس مطروحا، مشددا على أن الرد على موسكو سيكون برفع جاهزية قوات الحلف. أعلنت كندا نشر سفينتين حربيتين في بحر البلطيق وشمال المحيط الأطلنطي، وذلك على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن المقرر أن تشارك سفينتان خلال شهر أكتوبر في تدريبات بحرية لنزع الألغام. ردا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت كندا نشر سفينتين حربيتين في بحر البلطيق وشمال الأطلسي لتنضم إلى فرقاطتين سبق إرسالهما إلى المنطقة لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي. البحرية الكندية قالت إن السفينتين الكنديتين كينغستون وسمرسايد التابعتين لجلالة الملكة أبحرتا في مهمة لمدة 4 أشهر في إطار إجراءات الردع في وسط وشرق أوروبا التي بدأت عام 2014.
2014 بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، وستشارك السفينتان خلال شهر أكتوبر في تدريبات بحرية لنزع الألغام، وستحافظ على جاهزية عالية تسمح لها بالرد بسرعة وفعالية لدعم أي عملية لحلف شمال الأطلسي الناتو. ومن المقرر أن تعود سفينة هاليفاكس ومونتريال إلى الميناء في يوليو بعد مشاركتهما بعملية ري أشورنس التي تعد حاليا أكبر انتشار عسكري لكندا في الخارج. وتشمل المهمة أيضا نحو 700 جندي كندي في لاتفيا يتمتعون بقدرات الحرب الإلكترونية والمدفعية، بالإضافة إلى العديد من الطائرات العسكرية. كانت كندا قد مددت في شهر مارس الماضي مهمتها العسكرية في لاتفيا كجزء من جهود حلف شمال الأطلسي الناتو المستمرة لدرء المزيد من الهجوم الروسي على أوكرانيا. وأكد رئيس الوزراء الكندي جيستين ترودو أن القوات المشاركة في هذه المهمة تدافع عن كندا ولاتفيا وأوروبا الشرقية وجميع حلفاء الناتو. يعقد وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم في محاولة للاتفاق على خطة مشتركة لخفض الطلب على الغاز ومكافحة تغير المناخ. ومن المقرر أن يمنح الاجتماع فرصة لمناقشة خطط طارئة لخفض الطلب على الغاز، والتي من المتوقع أن ترسمها بروكسل في الأسابيع المقبلة في حالة حدوث مزيد من التخفيضات في الإمدادات من روسيا. ومن المتوقع أن يدعم وزراء الطاقة الأهداف التي اقترحتها مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي للحصول على 40% من الطاقة من مصادر متجددة وخفض استهلاك الطاقة 9% مقابل المستويات المتوقعة بحلول عام 2030. قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن المناقشات بشأن حظر استيراد الذهب الروسي مستمرة، وإنه سيكون من الضروري إجراؤها مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي. كان الاتحاد قد أعطى ردا حذرا أمس على خطة قدمتها بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا لحظر استيراد الذهب الروسي الذي يتم استخراجه أو تكريره حديثا. يشار إلى أن صادرات الذهب الروسية بلغت نحو 15.5 مليار دولار العام الماضي. هذا وقد ارتفعت أسعار الذهب في الوقت الذي أثيرت فيه الأنباء عن اعتزام بعض الدول الغربية حظر واردات المعدن من روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.05% إلى 1835 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.2% إلى 21.36 دولارا للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.05% إلى 912 دولارا. استعدت اليابان لاحتمال مواجهة أزمة كهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد ووسط ارتفاع أسعار الوقود. وحذرت الحكومة اليابانية من أن إمدادات الطاقة الكهربائية في منطقة طوكيو ستواجه ضغوطا مع تعرض المنطقة لارتفاع درجات الحرارة إلى مستوى قياسي. وأدى تصاعد أسعار الكهرباء بسبب ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الضغط على المستهلكين. ثم بن طارق المعظم أيده الله وضيفه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى ساحة قصر العلم العامر بمسقط إذانا لبدء مراسم الاستقبال الرسمية لفخامة الضيف. هنا ونتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة الآن من مسقط وصول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط والمراسم الاستقبال الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي سوف يلتقي شقيقه جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان في مستهل جولة خليجية يبدأها سيادة الرئيس بالمحطة الأولى في سلطنة عمان وبعد ذلك إلى مملكة البحرين. نتابع مع حضراتكم هذه المراسم واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة العمانية مسقط.
هذه الساحة أيضا اصطفت كوكبة من الفرسان للاستقبال لدى وصول الموكب المقل لجلالته وفخامة الضيف. إذن أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، هذه الزيارة التي بدأت قبل قليل والتي تكتسب أهمية خاصة على العديد من الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، هذه الزيارة التي تترجم مستوى العلاقات المتينة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتعزيزا لمسيرة التعاون المثمر. يعتلي القائدان منصة الشرف لتعزف الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. إذن هكذا صدحت الأبواق ترحيبا بضيف سلطنة عمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية فيما يعتلي القائدان منصة الشرف لتعزف الموسيقى السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. هكذا عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لفخامة الضيف. وفي هذه اللحظات يصافح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أصحاب السمو والمعالي وكبار القادة العسكريين مرحبين بفخامة الضيف ومرافقيه، فيما يصافح حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أعزه الله الوفد الرسمي المرافق لفخامة الضيف مرحبا جلالته بهم في سلطنة عمان.
وتمتعت أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون العلاقات الدبلوماسية بين مسقط والقاهرة بالانسجام والتوافق في العديد من الرؤى التي تصب في مصلحة البلدين والأمتين العربية والإسلامية نتيجة ثمرة التشاور والحوار البناء والتوافق على تغليب الحوار والركون إلى السلم في حل القضايا والصراعات في المنطقة والعالم، كما كان للمشاريع المشتركة بين الطرفين بالغ الأثر في تطوير العلاقات والتعاون الاقتصادي والاستثماري ضمانا لعلاقة مزدهرة ومؤسسة لمستقبل واعد بين البلدين الشقيقين. وتسعى سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية من خلال المباحثات التي سيجريها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته إلى سلطنة عمان إلى توثيق هذه العلاقات النموذجية والمضي بها إلى آفاق أرحب وأوسع. وعلى الصعيد السياسي بين البلدين الشقيقين دأبت سلطنة عمان على تسجيل مواقف إيجابية إزاء عدد من القضايا الداعمة لمصر من بينها مفاوضات سد النهضة والتي أكدت فيها السلطنة وجوب التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح جميع دول الأطراف بالإضافة إلى توافق الرؤى السياسية بين البلدين في عدد من القضايا الإقليمية والدولية بفضل الانسجام والتشاور والتفاهم والتنسيق والتعاون المشترك. وأثمرت الجهود المبذولة من قبل اللجنة العمانية المصرية المشتركة خلال الفترة الماضية إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم. إذن في هذه اللحظات جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وضيفه الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبادلان الأحاديث الودية والأمور ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في خدمة ومصلحة الشعبين الشقيقين. كلل الله تعالى جهود القيادتين الحكيمتين بالتوفيق وأعانهما على ما فيه الخير والرخاء لبلديهما وللأمتين العربية والإسلامية، إنه سميع مجيب. كما ساهمت الزيارة الأولى لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان في فبراير من عام 2018 في تعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المثمر بينهما. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، هكذا نقلنا لكم من قصر العلم العامر بمسقط مراسم الاستقبال الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والوفد المرافق له، حتى نلقاكم في مناسبات أخرى. تقبلوا منا وافر التحايا، وهذه تحياتي محدثكم علي بن حسن العجمي وزميلي أحمد بن حافظ العامري والمخرج سعيد بن تمان.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم الآن مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطنة عمان، حيث يؤكد الخبراء بأن هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان هي انطلاقة مهمة وانطلاقة جديدة لمزيد من العمل المشترك بين البلدين. هذه الزيارة ترجمة للتاريخ الكبير من الترابط والاحترام والتقدير الذي يربط بين البلدين. فالبلدان يؤمنان بأهمية معالجة القضايا والإشكاليات الدولية بالحوار والسلام. هذه الرؤية جعلت العلاقات بين البلدين ثابتة ومتطورة ولم تشهد أي انكسارات. هذه الزيارة مشاهدينا الكرام لها الكثير من الأوجه، بالتأكيد الوجه السياسي، حيث يمر العالم بأجواء مضطربة وتحديات هائلة. هذه التحديات فرضت ضرورة التنسيق من أجل أن تجتمع الأمة العربية كصف واحد، فمصر تلعب دور مهم في المنطقة وكذلك سلطنة عمان. إذن مشاهدينا، لتحليل هذه الزيارة وإلقاء الضوء عليها أكثر معنا ومعكم الأستاذ أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام. أهلا بك أستاذ أشرف. أستاذ أشرف، أهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. طيب، أستاذ النور، يعني أهمية هذه الزيارة في توقيتها وفي أجندتها، كيف تقرأها؟ يعني بالتأكيد هذه الزيارة تأتي استكمال اللقاءات التي تمت على أرض مصر في الأيام القليلة الماضية، زيارة الملك حمد بن عيسى ملك البحرين، زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، زيارة الأمير تميم بن حمد أمير قطر، وأمس زيارة الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، واليوم الرئيس السيسي في سلطنة عمان، وغدا الرئيس السيسي في البحرين. وهذا يعني أنه هناك دائرة كاملة من المشاورات تتم مع دول مجلس التعاون الخليجي، استعدادات وتنسيق للقمة الخليجية التي ستشارك فيها مصر والأردن والعراق بحضور الرئيس الأمريكي بايدن في منتصف الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية. واضح أن القضايا التي ستبحثها هذه القمة التي ستضم الخليج ومصر والعراق والأردن قمة هامة جدا، يتم التنسيق والتجهيز لها، يتم تمتين المواقف والاتفاق على القضايا التي ستتم مناقشتها. وهذا ما سيحدث اليوم في سلطنة عمان، نفس الملفات التي طرحت في اللقاءات الخليجية المصرية خلال الأيام القليلة الماضية ستطرح نفس القضايا، علاوة على العلاقات الثنائية المتميزة الدافئة التي لم تتعرض للتعكير في يوم من الأيام، سواء في عهد السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد أو عهد السلطان هيثم بن طارق. استمرت العلاقات الدافئة الجيدة، العلاقات القائمة على الاحترام والتعاون. هناك عمالة مصرية في سلطنة عمان تنعم يعني احترام وتقدير كبيرين، وهناك استثمارات عمانية في مصر، وهناك تبادل للخبرات. واعتقد انه زيارة اليوم ستؤدي إلى مزيد من التعاون في كافة المجالات. صحيح أستاذ أشرف، يعني هذه الزيارة لها وجه وشق سياسي وأيضا شق اقتصادي مهم لا يمكن أن نغفل عنه، لكن أعود بحضرتك للشق السياسي وفكرة الحالة التشاورية التي تقودها مصر وصنعتها بالفعل الدبلوماسية المصرية مع الدول العربية وأيضا مع المجتمع الدولي ككل.
وذلك للاحتشاد وراء القضايا المهمة، القضايا الدولية الكبرى، يعني أزمات كثيرة تمر بالعالم، الأزمة الأوكرانية الروسية، أوبئة أيضا تفشت في العالم، أيضا تغيرات مناخية يمكن أيضا أن نحسبها في هذه التشاورات. إذا إلى أي مدى يمكن أن نضع هذه الزيارة في إطار هذه الحالة التشاورية التي صنعتها وتقودها مصر في المنطقة؟ يعني دعيني أقول لك أنه العلاقة بين مصر وسلطنة عمان متميزة، ألاه على أنه البلدين بينهم يعني عناصر مشتركة، صحيح. أهمها هو انتهاج الحوار وسيلة لحل كافة الإشكاليات والصراعات في المنطقة والعالم. سلطنة عمان تقوم بدور تصالحي كبير جدا، يعني تحاول دائما وبدبلوماسية هادئة أن تحل القضايا الإقليمية، وحدث هذا في يعني قضايا مثل اليمن، مثل العراق، مثل سوريا، وأيضا حتى الصراع الإيراني مع دول الخليج، وهو نفس المنطق الذي يعني تؤمن به مصر وتعمل من أجله، وتعمل الخارجية المصرية بتعزيز فكرة إنه الصراعات المسلحة لا تؤدي إلا إلى مزيد من الخراب والدمار، وإنه لابد من الحلول السياسية والحلول السلمية والجلوس على موائد الحوار. ويعني لذلك تأتي زيارة اليوم لتعزيز هذا الموقف المشترك بين البلدين، للاستعداد للقمة التي ستتم، للاستعداد يعني تحديد مواقف مشتركة ليس فقط بين مصر وسلطنة عمان، ولكن مصر وبقية دول الخليج ومصر والعراق والأردن، حتى تكون هذه المواقف والرؤى المشتركة موجودة على الطاولة في القمة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية. في القضايا المحورية، القضية الفلسطينية، قضية يعني وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى والمقدسات، قضية يعني ضرورة التحرك نحو حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي، في الأوضاع فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن، فيما يتعلق بالإرهاب الذي يستهدف المنطقة، فيما يتعلق بأمن الطاقة في المنطقة والتداعيات الكبيرة سواء الاقتصادية أو السياسية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأيضا في تحديد وسائل لمجابهة أي ضغوط قد تمارس على الدول العربية لاتخاذ موقف في هذا الاتجاه أو ذاك. كل هذه ملفات وقضايا هامة جدا تؤمن بها مصر وتؤمن بها سلطنة عمان، والبلدين يتحركان بكل هدوء وبكل ثقة وأريحية من أجل تفكيك المشكلات ومن أجل البحث عن حلول بعيدا عن السلاح وبعيدا عن العنف. عظيم. إلى أي مدى التجربة المصرية الحديثة، فلسفة الجمهورية الجديدة، وما يحدث في مصر الآن من تنمية وشمولية في هذه التنمية والتحرك على كافة المسارات لتحقيق التنمية والاستدامة هذه التنمية أيضا، قد تكون جاذبة للدول العربية لجذب الاستثمارات، للشراكات المختلفة مع الدول العربية، ونحن هنا بصدد الحديث عن سلطنة عمان، لتوقيع اتفاقيات واستثمارات في مصر؟ يعني بالتأكيد التجربة المصرية في التنمية وإعادة إنشاء بنية تحتية تستوعب الاستثمارات هي تجربة ملهمة للمنطقة وللعالم أجمع. دولة كانت في حالة شبه إفلاس، محرومة من الخدمات الرئيسية، الآن لديها شبكة طرق يعني تحتل مرتبة عالمية، مدن جديدة جاذبة، لديها فائض في إنتاج الطاقة تصدره للدول العربية، لديها فرص استثمارية في كافة المجالات تقريبا، خاصة وأنه لدينا عاملين مستجدين. العامل الأول
هو أن البنية التحتية التي أقيمت في كل مصر تستوعب استثمارات وتوسعات يعني أكبر مما كان أحد يتخيل منذ سنوات قليلة. علاوة على أن الدولة تستعد الآن للتخارج من بعض القطاعات وإتاحتها للقطاع الخاص، وبالتالي يمكن للاستثمار العربي أن يدخل بشراكة مع القطاع الخاص في هذه القطاعات التي ستتركها الدولة، والدولة هي ضامنة للاستثمارات العربية والاستثمارات الداخلية والاستثمارات الخارجية أيا كانت، والدولة تعمل يعني على أي حال أستاذ أشرف، السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، والتفاهم السياسي بالتأكيد ينجم عنه تفاهم اقتصادي وشركات ومصلحة مشتركة بالتأكيد. أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، أشكرك جزيل الشكر. ومن وجه السياسة إلى وجه الاقتصاد، علاقات اقتصادية متميزة تربط القاهرة بمسقط للمزيد من إلقاء الضوء على العلاقات الاقتصادية ما بين القاهرة ومسقط. ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود، بعد التحية، علاقات اقتصادية وثيقة لا تقل أهمية عن المشاورات والعلاقات السياسية المستمرة ما بين البلدين، حجم تبادل تجاري وصل إلى ما يربو نصف مليار دولار في 2021، كيف تقيم هذه الزيارة في بعدها الاقتصادي؟ يعني يمكن زي ما حضرتك تفضلت انه يعني العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين هي علاقات وثيقة، ويمكن خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعني تطورت هذه العلاقات الاقتصادية، سواء في معدل التبادل التجاري اللي حضرتك زي ما ذكرت وصل إلى تقريبا 500 مليون دولار، وأحدث قفزة مقارنة مثلا بالعام 2018، ويمكن ده بيرجع إلى إنشاء مجلس الأعمال المصري العماني اللي تحدث أو استطاع أن ينقب عن كثير من الفرص الاستثمارية. أيضا حينما يعني نتحدث عن الاستثمارات المتبادلة ما بين الدولتين، نجد أن ذات الأمر أنها يعني حققت قفزات ومعدلات نمو معتبرة. حينما نتحدث مثلا عن الاستثمارات العمانية داخل السوق المصري وصلت إلى ما يقارب 77 مليون دولار، موزعين على أكثر من 92 شركة بيعملوا في مجال الصناعة والسياحة والإنشاءات الزراعية. في المقابل كانت الاستثمارات المصرية داخل السوق العماني وصلت إلى 680، حجم الاستثمارات إلى 680 مليون دولار، موزعة على 142 شركة متخصصين في مجالات البنية التحتية والاستثمار العقاري وغيره من المشروعات. ويمكن ده نفس الهيكل، لو نظرنا إلى هيكل التبادل السلعي ما بين الدولتين، رصد الصادرات المصرية إلى سلطنة عمان أو الواردات المصرية من سلطنة عمان، هنجد أنها متسقة إلى بجانب الاستثمارات. يعني سلطنة عمان تعتمد بشكل كبير على المنتجات الزراعية والأغذية من الدولة المصرية ومجالات البنية التحتية، والدولة المصرية تعتمد على في الواردات الخاصة بها على يمكن الحديد والصلب، بعض المنتجات المعدنية وهكذا. ويمكن ده بيعود بشكل كبير إلى تجربة الإصلاح الاقتصادي داخل الدولة المصرية وما أسفرت عنه من تهيئة بنية، وهي فتحت هذه التجربة أيضا دكتور عنبر يعني الأبواب والأفاق لمزيد من التعاون الاقتصادي ما بين مصر وسلطنة عمان. في هذه الجزئية تحديدا أود السؤال عن فكرة التكامل الاقتصادي بين البلدين. مصر وسلطنة عمان يتمتعان بموقع متميز، بموارد طبيعية مختلفة، بمزايا أيضا تنافسية ونسبية لكلا الاقتصادين. كيف يمكن تحقيق التكامل الاقتصادي ما بين القاهرة ومسقط؟ يعني فيما يتعلق بتحقيق التكامل الاقتصادي ما بين الدولتين، خليني أذكر لحضرتك أنه كل مقومات التكامل ما بين الدولتين متاحة. حينما أتحدث أول مقام لمقامات أو أول مقوم لتحقيق تكامل اقتصادي ما بين دولتين أو مجموعة من الدول، قبل الحديث عن الأمور الاقتصادية والمالية والسياسية، هو توافر الإرادة السياسية ما بين الدول وبعضها البعض. ومن يتابع بشكل جيد المباحثات وبروتوكولات التعاون والزيارات المتبادلة ما بين الدولتين يدرك ودون ما أي عناء أن هناك إرادة سياسية
قائمة ومتحققة لتعزيز عملية التكامل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم خروجا من أزمة الكوفيد 19 والآن مع أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية وما فرضته من تداعيات اقتصادية. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه يعني حينما أتحدث عن البنية التحتية وطرق النقل والمواصلات، سواء إذا كنا نتكلم عن النقل الجوي أو النقل اللوجستي البحري، كل هذه المقومات موجودة ومتاحة ويجري فيها عملية من عمليات التطوير. التنسيق الجهود ما بين الدولتين وبعضهم البعض، هناك مجلس زي ما ذكرت لحضرتك مجلس أعمال مصري عماني يعكف على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة ما بين الدولتين. وأهم نقطة وهي فكرة أن الهيكل السلعي الخاص بالدولتين مختلف، بمعنى ودي أهم نقطة في عملية تعزيز التبادل التجاري وقيام تكامل تجاري ما بين دولتين، أن يكون هيكل الدولتين السلعي مختلف، لأنه لا يوجد أي منطق اقتصادي يقول أن الدول تنتج نفس أنواع السلع أن تقوم بينهما تجارة. بالنظر إلى الهيكل الخاص بالدولتين حنجد أنه مختلف إلى حد كبير. هذا يعظم بشكل كبير يعظم بشكل كبير دكتور عنبر الاستفادة من قبل الدولتين في هذا المجال تحديدا. دور رجال الأعمال والقطاع الخاص، تحدثت عن اللجنة المصرية العمانية، مجلس الأعمال المصري العماني، الغرف التجارية أيضا والروابط والمسارات ما بين الغرف التجارية في مصر وسلطنة عمان، كل هذه الهياكل بالإضافة إلى دور القطاع الخاص ورجال الأعمال، كيف يمكن أن يعزز من التعاون الاقتصادي ما بين مصر وعمان؟ طبعا يعني رجال الأعمال والقطاع الخاص بشكل عام يعول عليه كثيرا في هذا الصدد، لأنه توجه يعني كمان هناك توافق في الأيديولوجيات الاقتصادية التي تحكم الدولتين. زي ما حضرتك عارف أن الدولة المصرية الآن لديها توجه نحو دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. أيضا سلطنة عمان يعني لديها سياسة اقتصادية تسير نحو دعم القطاع الخاص بشكل أو بآخر، إنه يعني كمان تنسيق الجهود ما بين الدولتين بيأتي تحت أكثر من مظلة. أولا المظلة الثنائية ما بين الدولتين وبعضهم البعض، ثانيا المظلة الخليجية، يعني تنسيق الجهود المصرية الخليجية اللي بذل فيه دور كبير ومجهود كبير انعكس في معدلات نمو وغيره، أو حتى حينما أخذها تحت المظلة الكبيرة وهي المظلة العربية والسعي نحو تحقيق تكامل اقتصادي عربي. هناك أيضا نقطة مميزة لسلطنة عمان، ميزة متفردة عن بقية الدول العربية والخليجية، وهي العلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عمان بإفريقيا. يعني من يراجع التاريخ في إفريقيا حيجد أنه كان هناك ما يطلق عليه سلطنة زنجبار أو زنجبار في أحد تسمى في أحد المراجع، أن يعني كانت الهيمنة لسلطنة عمان في كافة منطقة شرق إفريقيا وتربطها يعني روابط وثيقة في هذا الصدد. وكانت دوما مصر هي البوابة يعني للأسواق العمانية وللرحالة العمانيين على مدار التاريخ. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد على هذه المداخلة وهذا التحليل. تابعنا مع حضراتكم المراسم الخاصة بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسقط واستقباله من قبل أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من شائعات على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة بحذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية. وشدد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة التموين والتجارة الداخلية على توافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية. وأكد إعلامي مجلس الوزراء انتظام صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم التمويني بشكل كامل. أكدت وزارة الدولة للإنتاج الحربي أن العامل البشري هو العنصر الرئيسي في عمليات الإنتاج وأنه من أولويات شراكاتها بشكل عام.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد أحمد مرسي لعدد من خطوط الإنتاج والمشروعات الجديدة بشركتي أبو زعبل للكيماويات المتخصصة وأبو زعبل للصناعات المتخصصة. وخلال الجولة اطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على عروض تقديمية عن أنشطة الشركتين وأبرز الأنشطة التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة المصرية. أعلنت وزارة الزراعة ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 22 من يونيو 2022، حيث بلغت حوالي 3,759,431 طن من المنتجات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى أن صادرات مصر من البطاطس حققت رقما قياسيا لأول مرة في تاريخها، حيث تجاوزت 816,000 طن منذ يناير وحتى الآن إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والدول العربية والأسيوية بزيادة قدرها 200,000 طن عن نفس الفترة من العام الماضي. أكدت وزارة البترول أن منطقة الصحراء الغربية لا زالت تذخر بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة، مشيرة إلى أن قطاع البترول يعمل على جذب شركات بترول عالمية متخصصة في الحفاظ على معدلات إنتاجية الحقول المتقادمة بالإضافة لزيادتها. وخلال لقائه وفد شركة أبيكس الأمريكية، أكد وزير البترول طارق الملا أن التكنولوجيات الحديثة فتحت مجالات أوسع للعمل البترولي في أعماق لم تكن ممكنة من قبل. كانت شركة أبيكس بدأت نشاطها في مصر في عام 2017 بتوقيع أول اتفاقية للبحث والاستكشاف بمنطقة شرق مليحة بالصحراء الغربية، والتي نتج عنها تحقيق أول كشف للزيت الخام بحقل فجر. أكدت وزارة البترول على استمرار الدور المصري الفاعل داخل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك كأحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة. جاء ذلك خلال لقاء لوزير البترول طارق الملا مع السيد علي بن سبت أمين عام المنظمة الذي يزور القاهرة حاليا، حيث تناولت المباحثات أهمية دور المنظمة في دعم وتنمية علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية في مجال صناعة البترول والغاز. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم على تراجع، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع. سجل رأس المال السوقي مستوى 623.7 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 4.7 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 9255 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 1736 نقطة. وهبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 2566 نقطة. انتهت نشرة الثالثة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يصل سلطنة عمان في مسهل زيارة رسمية تستغرق يومين. رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا مع عدد من رؤساء ومسؤولي البنوك والشركات الوطنية للمشاركة في مؤتمر تغير المناخ. مجموعة السبع تتعهد بتقديم دعم متواصل لأوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية، وموسكو تراقب الاجتماعات التي تقودها الدول الصناعية السبع. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى الختام. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.